يسعدنا ويشرفنا وجودنا معاكم اليوم في المعرض ومشاركة مجندي الخدمة الوطنية لتحفيزهم وتشجيعهم للتقديم على الوظائف المختلفة في الوزارة من خلال المنصة التفاعلية لوزارة التربية والتعليم. تم تطبيق توجيهات سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في مشروع تصفير البيروقراطية من خلال الإطلاق المبدئي لنظام الاستقطاب المعني بالإجراءات التعيين والبحث عن مرشحين المدعم بخصائص الذكاء الاصطناعي. أهمية وجودنا في هذا المعرض توفير فرص وظيفية لعدد من مجندي الخدمة الوطنية.